بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت، برنامجكم برنامج كروسفيت، معاكم كابتن حسين السعد. من خلال تماريننا في هذا البرنامج احنا نطور نفسنا كلاعبين كروسفيت، كذلك التمارين في هذا البرنامج تناسبك سواء كان مستواك لاعب كروسفيت منافس او تو تبدا بهذه اللعبه، تبي تتطور في مهاراتك، تبي تتطور في قوتك، فاحنا دائما تمريننا ممكن ان احنا نسوي له سكيل داون فيكون مناسب بالنسبه لك. حتى الاشخاص اللي ما يلعبون كروسفيت ولكن ودهم يلعبون لعبه تزيد من البناء العضلي، تحرق دهون وتساعدهم في تطوير لياقتهم البدنيه وجوده حياتهم بشكل عام، فلعبه الكروسفيت انا اعتقد من انسب الالعاب اللي ممكن احد يلعبها حق لايف ستايل. طبعا مو لازم تروح اكستريم تلعب خطف اوزان ثقيله، تلعب كلين اوزان ثقيله، او تلعب مثلا بار مصلب رينج مصلب. اذا كنت تلعب حق لايف ستايل ممكن تستخدم الاشياء البسيطه مثل جري، سباحه، بعض الليفتنج البسيط، او بعض التمارين الخفيفه مثل وول بول، بوكس جمب، وهذه الاشياء البسيطه اللي تناسب حياتك. اكيد تماريننا في هذا البرنامج دائما مقسمه الى بارت A وبارت B. نشوف بعض اللاعبين او بعض الاشخاص يقولون ان لعبه الكروسفيت لعبه اصابات، والسبب من ذلك أحيانًا يكون من اللاعب نفسه وأحيانًا يكون من المدرب. يكون من اللاعب لما اللاعب يكون الإيجو ماله عالي وكل يوم يبي يدش يسوي أحسن ما عنده بالنادي، كل يوم يبي يكسر، كل يوم يبي يطلع أفضل ما عنده، فدائمًا يدش يلعب أوزان ثقيلة، يلعب تكرارات عالية، فهذا طبعًا ممكن يكون مو مناسب ويحط اللاعب تحت ضغط عالي يسبب له الإصابة. ومرة ممكن يكون أو جزء ثاني ممكن يكون من المدرب، إن الجدول دائما يكون جدول ثقيل، دائما يجهد اللاعب تمرين لمدة ساعات ما يكون فيها أيام ريكفري أكتيف ريكفري، أو إن ما يكون في تمرينة ألعاب أو تمارين أكسسوري. تمارين الأكسسوري تساعد في توازن العضلة، مثلا إحنا أحيانا ندرب بشكل عالي زاوية عضلية معينة ونهمل الزاوية الثانية، لأن تمارين اللي مثلا خطف، كلين جيرك، توست بار ما تدرب هذا الجانب من العضلة فيتم إهمالها، فلازم يكون عندنا جدول أو من خلال جدولنا يكون في تمارين أكسسوري. أول شيء تخفف الحمل علينا، تقلل الضغط من الجهاز العصبي المركزي والعضلات، ثانيا تخلي في توازن ما بين العضلات القوية وبين الزوايا الأخرى الضعيفة. فتمريننا اليوم أو جدولنا اليوم راح يكون فيه أكسسوري حق الأبر بادي بالنسبة حق الجسم. راح ناخذ 4 تمارين حق عضلات الكتف تقوي عندنا زوايا الكتف. اول تمرين هو تمرين ارنولد بريس. هذا التمرين يساعدنا في تقويه التفاف الكتف. احنا نحتاج ان احنا نستخدم المدى الحركي الكامل للكتف في تمارين الجيمناستيك وتمارين الليفتنج. مثل ما انتم شايفين لما نلعب الخطف مثلا يحتاج انك تقفل كتفك فوق بالطريقه هذه، فهذا يحتاج منك مدى حركي عالي. فتمرين الأرنولد بريس يساعدك في تقوية هذا المدى الحركي الكامل. راح نستخدم وزن كل لاعب حسب مستواه، ولكن لازم تسوي 12 عدة، بحيث أن أقول لك لو أقول لك استخدم وزن أعلى تقول ما أقدر أعد فيه 12 عدة، ولو تستخدم هذا الوزن أقول لك سو 14 عدة تقول ما أقدر، أنا نهايتي 12، إذن هذا الوزن مناسب بالنسبة لك. راح ناخذ الوزن، خلي الوزن قدام صدر أو قدام كتفك بهذا المكان، بعدين راح تدفع مع الدوران، حاول انك تقفل فوق وتنزل. راح نسوي هذا التمرين 4 جولات في 12 عدة. بعد ذلك راح ننتقل الى واحدة من الزوايا الضعيفة في عضلات الكتف واللي نحتاج دائما نقويها، واللي هي روتيتور كاف. راح استخدم باند يكون خفيف، اخذ خطوه الى الخارج، احاول اني اثبت الكوع وفقط ايدي اللي تتحرك. هذا التمرين راح نسوي 4 جولات، جولتين للخارج وجولتين للداخل بالطريقه هذه. بعدين راح نسوي جولتين الى الخلف. طبعا العدات راح تكون ما بين 10 الى 15 عدة لكل ايد. بعد ذلك راح ننتقل الى تمرين الفيس بول، وهو التمرين اللي يركز على عضلة الكتف الخلفية. راح نستخدم كذلك الرابر باند، ناخذ خطوة الى الخلف، نرفع الايد او الكوع، يكون الكوع الى الاعلى، واتخيل اني قاعد اسحب بكوعي، كأن كوعي هو اللي قاعد يحركني او يحرك التمرين.
راح نسوي هذا التمرين 4 جولات في 15 عدة. بعد ذلك راح نسوي التمرين الأخير واللي هو تمرين lateral raise أو الرفرفة الجانبية. راح استخدم وزن مناسب، مهم أنك تستخدم وزن مناسب بحيث أنك تقدر تسوي كنترول عليه، ما تستخدم وزن عالي وتحاول أن تدز بعضلات الفخذ أو عضلات الظهر، أو أنك تلعب وانت مسكر إيدك وتلعب تكرار هذا المدى الحركي القصير مو نفس هذا المدى الحركي الكامل، فحاول تلعب مدى حركي كامل تستفيد من التمرين. راح ندي هذا التمرين 4 جولات في 12 عدة وبكذا نكون خلصنا بارت A من تمريننا اليوم. أعزائي المشاهدين، بارت بي بالنسبة لحلقتنا اليوم راح يكون عبارة عن every 3 minutes في 6 جولات، يعني كل 3 دقائق عندي نافذة أخلص فيها هذا التمرين. يفضل أني أخلص أقل من 3 دقائق عشان يظل عندي وقت علشان ارتاح فيه، مثلا أخلص في 2 أو 2.5 دقيقة فيظل عندي 1 أو نص دقيقة عشان ارتاح وادخل الجولة اللي بعدها، لأنهم راح يكونون 6 جولات. التمرين راح يكون عبارة عن 12 سلام بول، يعني أشيل الكرة وأطقها وأحاول أني أستخدم قوة انفجارية لهذا التمرين. بعد ذلك راح أسوي بوكس جمب أوفر. يفضل بالبوكس جمب أوفر أنه ما أكون يعني مثلا ما أواجه البوكس، لا أحاول أني أخذ سايد بحيث أن الجمب يكون مثل ما أنتم شايفين على شكل مثلث علشان أقدر أسوي تكرارات أكثر بتعب أقل. أول شيء أكون قريب من البوكس، ثانياً لما أسوي جمب مثل ما أنتم شايفين يكون متساوي، بعدين أنزل، يعني ما تكون القدم هني، لا يفضل أن تكون القدم زاوية علشان لما أنزل يكون الالتفاف سهل بالنسبة لي فأقدر أسوي تكرارات أكثر جهد أقل، ودائماً أكون قريب من البوكس ما أروح بعيد، لأن كل ما رحت بعيد كل ما احتجت أني أسوي جمب أعلى وهذا راح يأخذ مني جهد وايد أعلى. بعد ما نخلص 12 بوكس جمب أوفر راح أروح وألعب دامبل سناتش يمين يسار تبادل. الوزن بالنسبة حق لاعبين الـ RX راح يكون 50 باوند أو 22.5 كيلو. إذا كان مستواك أقل راح استخدم 45 35 أو أقل من ذلك. السيدات طبعا راح يستخدمون 35، إذا مستواهم أقل راح يستخدمون ممكن 30 25 20 حسب المستوى. جهز ساعتك، خلها على 3 دقائق في 6 جولات وخلنا نبدأ ونشوف التمرين مع بعض. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة خلونا ناخذ معلومة غذائية صحية. فيتامين دال من أكثر الفيتامينات اللي عندنا في نقص، والسبب فيتامين دال هو تقريباً الفيتامين الوحيد اللي يقدر يصنع الجسم، فليش الفيتامين اللي يقدر يصنع الجسم عندنا نقص فيه؟ عشان الجسم يقدر يصنع فيتامين دال لازم نتعرض إلى الشمس لمدة معينة، ولأن الشمس عندنا حارة درجة الحرارة جدا عالية فإحنا نحاول إن إحنا ما نتعرض للشمس، لذلك عندنا نقص فيتامين دال. والسبب اللي أكثر من هذا إن مصادر فيتامين دال تعتبر قليلة وإحنا ما ناكل مصادر فيتامين دال الكافية علشان توفينا النسبة اللي يحتاجها أجسامنا. إذن لذلك لهذا السبب فيتامين دال عندنا نقص فيه، فيفضل إن إحنا ناخذ مثلا مصادر البيض أو الكبدة
أو الجبن أو الألبان أو منتجات الألبان بشكل كامل لأنها تحتوي على فيتامين دال، أو بالنسبة للرياضيين يفضل أن احنا ناخذ 400 وحدة دولية بشكل يومي. أعزائي المشاهدين، أتمنى أكون قدمت لكم معلومات مفيدة، أتمنى تمريننا عجبكم الحلقة اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.